بتساوي شو؟ ما عندك شركة حتى عطول هيك فايرين ناكل هذا الأكل ومنبرك بهي الغرفة. يا بنتي هذا الأكل اللي عم تتبطر عليه نعمة، في عالم ما عنده طاولة. الله أنت ما عم تقول هذا أكل؟ هذا أكل؟ هل ما أحلى بيأكله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أنا إيش بدي أساوي؟ ما عندي شغل أشتغل فيه. ما عندك شغل؟ لا تشتغل بالمدرسة، أنا عم بغجر منك كل يوم عم تجي على الصف وأنا قدامي مدرسة ماني قلت لهم إنه أنت أبوي، إن شاء الله قلت لهم إنه أنت أبوي، وقال لي شغل، ليه عم تشتغل بس بعد المدرسة؟ أنا عم بستعار منك، روح اشتغل بغير شغل يا، طيب يا بنتي ما في شغل إلا هذا المدرسة، بس هي الأنسة الله يرضى عليها شغلتني هذا المدرسة. ما قلت انا لحدا انه انا ابوك، لا تخافي. لا تقول اصلا انا بستعين منك، كل يوم هيك بتجي على صفي. ها انا رايحه على المدرسه، اذا بتجي وين؟ خلص حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما يبني ايش لساوي بحالي؟ كم مره قلت لها انه هدول كل الشغل اللي عم تحكي عليهم ما حدا شغلني من الدنيا نار. تحكي مع بابا يحط لي هون مكيفات اول يوم مدرسه وهيك. يا الله روح الميك اب ساحر. عم بحكي مع بابا يحط لي بصفي مكيف ساعتها. وانت عم ايش تدري له بابي؟ ايه انا له هذا يحط لي مروحه. مروحه حبيبتي؟ مروحه شغل فقراء. المروحه ما بتبردك، المكيف بيبردني. وبعدين المروحه شغل فقراء. نحن بدنا مكيفات. ايه انا كنت عم بمزح. ايه طبعا مكيف، يعني طبعا شغل فقراء هدول. ابي اشوفك. يلا امشي الدنيا نار. الله وصلنا الصف. يلا امشي. انا ما فيني شي امشوا 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 قدامي امشوا. بشكل غريب ما بعرف والله، ما بعرف طلع
كمان زعجت. امشي ترى على الصف خلصوا في الباحة يلا حبيبي. كانت حدا الطب؟ لا هاي تبعتي
يا ابو غالب ممكن تجي تمسح الاراضي، اصلا الاراضي شوي وسخه. طبعا ممكن انسيت، الله بمسح الاراضي. رايحه احكي تليفون بس خلص مسح اراضي ناديلي. تمام انسيت، بس اخلص بناديلك اذنك معك. شو بطلتي كرمال ما تخجل مني. لازم اشتغل ناطور، رايح اشتغل ناطور، بركي يمشي معي هذا الشغل ويعطوني راتب كويس. يا رب يا رب العالمين يعطوني راتب كويس وعيش بنتي احلى حياة. ان شاء الله ما يكون الناطور خلص شغله واخذ اكياس الزبالة.
ها؟ واخيرا يا ناتسور البناية انت هون. كبيت الزبالة شي؟ كبيتها. هي يقطع عمرك، فكرتك مالك كيف بركة، هاي الزبالة مين بده يكبها؟ بكبها انا. يلا كبها كبها. بعدين انا اسمي مدام. سمعت شو اسمي مدام؟ تمام مدام. يلا بسرعة اشتغل. اشتغل يقطع عمرك. اشتغل. ايه؟ اخر عمرنا صار عنا نواتير بناية وشن بيقطع الرزق. تضرب. يا ربي شغل البناية ما عجبني، الناس كلها عم تبهدلني، احسن اشي اروح اشتغل بماركت، اركي شغل الماركت يكون كويس الي. انا حلمي بس اعيش بنتي حياة كريمة، بس كرمال ما تخجل مني قدام رفقاتها، اكون لها اب كتير كويس، بس بدي اياها تكون سعيدة بحياتها، يا ربي سعدها. هاي هاي شعبان، عم تمسح بي هاي المساحة؟ خد هاي ولا مسحها سوا. يلا ايش الله يسامحك. اشتغلوا بلا لعي، يلا بسرعة. ولا ليش هيك عم تعاملني؟ والله انا ما سويت لك شيء، الله يسامحك. بس اسكت ولا انا صاحب الشغل، مالك اجرى عندي سمعان؟ لانه هالمره ما نظفت على السوا ولا مسحت على السوا، بدك تمسح هذا الشهر من دون مقابل. لا الله يوفقك، عندي بنت لازم اشتري لها شغلات للمدرسه. عندك بنت تشتري لها شغلات للمدرسه؟ ما حسب تحسب تنظف الغبره على السوا. روح نمشي. ولا روح. يا ربي حتى شغل الماركت ما مشي حاله معي، برتنا لهلا فاضي ما فيه شيء، كل الرايح والجاي عم بنصب علي، قول لي اشتغل وبنصب علي، يا ربي انا ايش اسوي؟ اذا اجت بنتي ايش بدي اطعميها؟ رايح ارجع على المدرسه، احسن شغل شغل المدرسه، علي ما بنصب علي. رايح اشتغل بالباحه بس، بدي احكي مع المدير ما يخليني انظف الصفوف، خليني بس انظف التواليتات والباحه كرمال بنتي ما تزعل. شغل كرمال انت تعيشي حياة حلوة. الله يخلي لي اياكي. الله يخلي لي اياك بابا.